مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مهارات جديدة ووصفات يا رب تنول إعجاب حضراتكم. قبل ما أبدأ حلقتي النهاردة عايزة أبارك لقناة الأهلي اللي بتشرف بوجودي فيها بالفوز بجائزة أفضل قناة رياضية في مهرجان الفضائيات العربية 2022. كل التوفيق لقناة الأهلي وإن شاء الله تفضل رقم واحد، وكل التحية لكل إدارة والقائمين على قناة الأهلي. النهاردة بقى هنعمل محشي، بس هنعمل محشي يعني ايه متدلع شويه، مش المحشي بتاعنا طبعا، لسه هندخل على اجواء المحشي الحلوه بقى وهنعمل الجو يبرد شويه كده، وهنبدا بقى نعمل الكرنب ونعمل الاصناف الجميله اللي احنا متعودين عليها. النهارده هنعمل محشي لكن هنعمله على طريقه شويه مختلفه. الناس اللي بتسال على ان المحشي اللي هو يكون فلفل ملون او الفلفل الالوان ما بينفعش بخلطه المحشي بتاعنا، هو ما بينفعش لسه والله. حالا دلوقتي عاصم بيقول لي يا شيف احنا عملناه في البيت قبل كده وما طلعش المحشي طعمه زي اللي احنا متعودين عليه زي الفلفل الاخضر. قلت له لانه الفلفل الالوان في نسبه من الميه ونسبه من السكر مسكر، فما ينفعش يتحط له الخلطه بتاعتنا التقليديه، لان هتلاقي كان الغلاف بتاعه او القشره بتاعت الفلفل طعمها مستقل تماما عن الحشوه. لازم يتحط معاها حاجة تكسر أو تبقى حدة الطعم، تكسر شوية الإحساس بتاع نسبة السكر في الفلفل الألوان تحديدا. عشان كده احنا النهاردة هنعمله بطريقة لطيفة جميلة، وخلينا نقولها مع بعض ونشتغل فيه سوا بإذن الله. محشي الفلفل الألوان، أنا هستخدم هقول ربع كيلو لحمة، نص كيلو لحمة على حسب كمية المحشي. عندي عدد الفلفل اللي حضراتكم تفضلوه او تحبوه على عدد افراد الاسره، عندي بصلتين مفرومين، وعندي بقدونس. انا هستخدم فيه النهارده بقدونس، بس انا عامله حوالي حزمه كبيره بقدونس وفلفل مفروم ناعم جدا. عندي صلصه طماطم، وعندي دبس رمان وده الاهم في الموضوع، 3 معالق من دبس الرمان. عندي عصير ليمون، عندي توم باودر، وعندي ال7 بهارات، وعندي بابريكا وملح وفلفل. المرق بتاعه بيبقى ليه صوص كده بيستوي فيه، في بعض الدول بتقدمه جوه صوص، صوص يعني عامل زي مرق بس لونه احمر، بيقدموه فيه على السفره جوه الطبق كده، مش زينا احنا بناخده من الحله ننشله ونقدمه لوحده. فعباره عن 2 معالق زيت، 3 معالق من صلصه الطماطم، في عصير طماطم، ومعلقتين كمان من دبس الرمان، ومعلقتين من الخل الاحمر، وملح. شوفوا طعم بقى بتاع التوليفه دي مختلف تماما عن اللي احنا بنعمله، لكن طعمه جميل. اسمحوا لي الاول بقى اوريكم النهارده يعني ايه المج الجميل اللي عملوا لي فيه اليانسون. المج ده كان هديه من هدايا عيد ميلادي اللي بعتتها لي يعني انسانه جميله من متابعين برنامجي من زمان، ام جوزيف، خليني اشكرها. بصوا كاتبه لي ايه الصوره دي، خدتها كانت نازله على صفحتي حبيبة قلبي، وكتبت لي كل سنة وانتي طيبة، وكتبت لي هنا صورتي وانا في الأهلي. أنا مبسوطة لأن هي اختارت صور أنا حباها وبشكرها لأنها هدية أسعدتني بجد. المج أول ما أحط فيه حاجة سخنة تظهر الصور الجميلة دي، وببلغك إنه كمان عجب الكرو بتاعنا والبنات رانيا وندى وعجبهم جدا. فأنا تسلم إيديكي وشكرا جزيلا بجد حقيقي والله، محبتكم باينة. هوريكم بقى هدية ندى بكرة إن شاء الله لأنها برضو بعتز بيها قوي، لكن هدايا الناس الباقية بقى مش هعرف أطلعها لكم لأن هي حاجات راحت في البيت بقى فمش هينفع، لكن دول اللي هقدر أطلع بيهم بس على الهواء. اسمحوا لي بقى نبدأ نقول بسم الله ونطلع الإيه البولة كده ونبدأ نشتغل. أول حاجة في الوصفة بتاعة الحشو، الحشو هيبقى ني في ني. عارفين في طريقه كده في اصدقائنا بيحبوا ساعات يعملوا محشي الورق عنب في شويه من اللحمه المفرومه، فبيبقى لحمه مفروم ني مع نسبه قليله من الرز، مع تبقى جميله برده جدا وليه طعم الحقيقه رائع برده. خلينا كده نبدا مع حتتين لي ماشي، اصلا انا ما بحبش اللي فعشان كده ماشي. حاضر من عينينا يا فندم، انت تؤمر يا استاذ ابراهيم، احنا معانا النهارده من المخرجين المتميزين يعني استاذ ابراهيم، منورنا يا فندم. بصوا بقى شوية بقى ايه بصل حلوين، اللي طبعا المحشي بيحب البصل. انا هعمله ني في ني لمحبي انه يعمل المحشي ني في ني. هناخد طبعا شوية كده من الملح، بسم الله، والفلفل معلقة حلوة كده خلاص، وبعدين هاخد رشة من البهارات، ال7 بهارات. خليني الاول ابدا ايه اطعم كده البصلايه الاول، احاول اساعدها تنزل الميه. عايزه اقول لكم ان الاكله دي بيعملوها في تركيا،
يعني قصة حشو الفلفل الألوان دي مش في مصر يعني. المحشي عموما بيرجع لأصول تركية يعني. بصوا كده انتي صوتك يا لولا منخبش خالص، مش عارفة ايه السبب، انا مش سامعاكي حلو خالص. حاساه مش صافي. بصوا كده حبايبي، حط اللحمة مع البصل. بصوا ماشي يا شيم. بيقال ان طبعا الخضروات، الخضرة يعني بيقولوا عليها الدولمة، ما انا عارفة الدولمة دي او الفارما، بس احنا نعرف الدولمة اكتر. تخيلوا بقى كانوا بيعملوها ايام الفراعنه كمان، انا ما اعرفش كانوا بيعملوها ازاي، بس يعني في قصص تقال ان هم كانوا بيعملوه زمان، بيعملوه كان محشي كرنب. بصوا كده قولوا لي بس لما يبقى باقي تايم، قولوا لي قبلها عشان الحق ابقى ايه معاكم. ان ماشي حبايبي قولوا لي بس. بصوا بقى هاخد كده البقدونس، كميه بقدونس حلوه. اللي عايز يضيف مع الوصفه دي رز يضيف يا جماعه، مفيش مشكله خالص يعني، اللي يناسب حضراتكم. حلو، فاللي عايز يضيف رز يضيف. احنا فوائد الفلفل الالوان ده رائع. تعالوا بقى نحط الثوم، انا ما حطيتوش كده. عايز اقول لكم مهم جدا الفلفل ده، ادوه للولاد كتير كتير كتير، كلوه في السلطه كتير عشان هو مهم للانيميا، لانه بيقوي الجهاز العصبي جدا. عايز اقول لكم الناس اللي عندها انيميا وبيحمي من الزهايمر وبيساعد في الحرق، هو والفلفل الاخضر والاحمر والاصفر نفس الفوائد، بيحفز الغدة الدرقية، في نسبة فيتامين سي عالية، فخلوا بالكم مهم. وطعمه حلو مستصاغ في مضادات أكسدة، رائع رائع رائع. عايزة أقول لكم هو محارب قوي للسرطان، ويعني من الحاجات المفيدة. وحطوه في السلطة، قطعه للولاد وهم رايحين المدرسة في لانش بوكس، مرة خيارية مرة جزراية مرة فلفل ألوان، ادوهم خاص، ادوهم حاجات تساعدهم تبلع يعني، مش لازم يبقى كله اجبان للناس اللي بتحب الحاجات السريعه يعني. هنعمل طعميه هحط له فيها شويه خس وشويه جرجير، اديله حاجات فيها خضره جميله انا اللي عاملاها في البيت. بصوا بقى انا دلوقتي خلطت كل المقادير وحطيت باقي البهارات او السبع بهارات اللي كانوا عليا بعد ما وضعت اللحمه. معانا مدام منال، واحط دبس الرمان. بصوا بقى بسم الله معانا مدام منال. يا صباح الفل، ايه المعلومات الحلوه دي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. والمقات الحلوه حلوه على الصبح. ايه رايك في المج الجميل ده يا مدام منال؟ دي تحفه، تسلم ايديها، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه بصحه وعافيه حبيبتي. انا ونازل بكره بقى اشوف ايه تاني، انت كل يوم لازم تجيب لنا مفاجاه. الله يخليك يا حبيبه قلبي، تسلميلي، ربنا يسعدك. انت طيبه ودايما كده ربنا يحبك. امين يا رب، تسلميني مدام منال كل بذوق. حلوه قوي المعلومات اللي انت قلتيها ديت. واحنا دلوقتي بقى في موسم السبانخ، وزي ما انت عارفه الولاد كلها ما بتحبش الحاجات التقليديه. ايوه صح، يعني انا بعملها بالطبيخ اللي هي بالصلصه. حلو. وعملتها مره بالحمص بس ما عجبتهمش خالص. لا احنا هنعملها لهم بقى، بصي في فطاير وحاجات محشيه جميله قوي، هياكلوها وهيتبسطوا منها، مش عارفوا ان دي سبانخ. فعلا عايزين ندخلها في حاجات كده يا شيف عظيم. من عينيا الاثنين، عينيا الاثنين. هي مليانه برضو طبعا نسبه حديد. حاضر. إيه لا انت ده انت ما شاء الله عليكي مدام منال، والله والله انت استاذه في كل ما شاء الله عليكي حبيبتي. تسلمي لي يا روح قلبي، حبيبه قلبي. الله يخليك مقدما يا قمر. امين يا رب، تسلمي لي حبيبتي، تسلمي لي. صباحك زي الفل، صباحك رضا من رب العالمين يا حبيبه قلبي. شكرا لحضرتك ولمداخلتك الجميله. طبعا انا نعمل السبانخ، وخلوا بالكم موسم البلح. عايزين اولا ان شاء الله انا هحاول في حلقه بكره، هو احنا كنا عاملين المنيو، بس انا هحاول ادخل فيها بسرعه الزيتون الكلمطة نزل. عايزه اوري لحضراتكم طريقه عمله عشان اصدقائنا اللي سالوا، دي اول حاجه. ان شاء الله نحاول ندخل وصفات السبانخ ونعمل حاجه للبلح، يعني الناس اللي عايزه مربة البلح تعملها من البلح الرملي، البلح الاصفر يعني، هنعملها مع بعض ان شاء الله. هحاول اشوف مع ندى دلوقتي صرفه، ممكن ندى دلوقتي تكون يا حبيبه قلبي ايه يعني منهاره في الاستوديو. منهاره. عايزه اقول لكم في طريقه للبلح لو نقعناه مع زيت الزيتون، الناس اللي بتشتكي من الغضروف وهشاشه العظام، تخيلوا زي بالظبط التين، لو كل يوم نقعنا من بالليل التين او البلح
وكلناه الصبح مع زيت الزيتونه دي اللي اتنقعت فيها. عايزه اقول لكم رائع، عامل زي الكوارع بيملى الغضاريف كده، تخيلوا. مهم جدا. وعارفين كمان الناس اللي قدر الله كانت عامله عمليات وعامله مسامير وعامله حاجات كده، قال لي الدكتور حب الرشاد. حب الرشاد هو لزج شويه كتير، وفي ناس ما بتحبوش، بس انا هقول لكم حاجه، اللي بيحسوا ماده لزجه ومش حابب ان هو ياخده كماده لزجه، انا حطيت شويه زيت معلش هنا عشان انا بجهز دلوقتي ارضيه للمحشي. ممكن تطحنوه بودره وحطوه على مثلا برطمان صغير عسل ابيض، خلاص، وقلبوه وخدوا منه معلقه للناس اللي دي. عايزه اقول لكم الدكتور بتاع العظام لما عمل الاشعه لناس اصدقاء لينا عاملين يعني بعد الشر عنهم يا رب وربنا يشفي كل مريض، عمليات وفيها مسامير وحاجات، ساعد في التحام العظم بشكل قوي. حتى سال قال دي يعني نتيجه غريبه، وازاي ده حصل؟ قالت له انا باخد كذا، قال لها استمري عليه. فهي كانت بتاخد منه تقريبا معلقه هذه السيدة، وبصوا بقى معلقة دبس رمان، فهو برضو من الحاجات المفيدة، ولكن بنسبة، لأن كل شيء لما بيزيد عن حده حتى لو كان مفيد فهو بينقلب إلى ضده. أنا حطيت هنا معلقة دبس رمان، حطيت شرايح بصل، شريحة طماطم، معلقتين زيت زيتون، خلاص الكلام. تعالوا بقى نبدأ نرص وحدات المحشي، وناخد معانا أم جوزيف. حبيبتي صباح الفل. العسل عليك يا شوف عظيمه، ازيك؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله، تسلم ايديك، انت منوره القناه النهارده الجميله دي، ربنا يخليكم يا رب. الله يسعد قلبك. انا بشكر قناه الاهل طبعا، وبشكرك شايفه المجد جميل ازاي، انت منوره فيه. الله يسعدك، تسلم ايدك وعينك، بشرب ينسون اهو. قلبي ربنا يخليكي يا عمرو، دي حاجه مش قيمتك والله يا شوف عظيمه. ازاي؟ ده كفايه ان انت بعتها لي مخصوص من الصعيد وعملتيه وتعبتي فيه والله. على فكره يا عمر، الهديه في حاجه مش قيمتك بامانه. لا ما تقوليش كده، الهديه على فكره بالنسبه لي في قيمه الانسان ومحبته، ما ببصش هي ايه، هو كفايه انه فكر وتعب وحاول انه يوصلها لي، فتسلم ايديك. ربنا ما يحرمني منك يا رب. حبيبتي ولا منك يا رب، تسلمي لي. بص بقى، انا عندي اخت عندها 70 سنه وعندها انيميا فعلا جامده خالص، يعني اقدم لها وصفات حلوه زي السبانخ كده، بس شوف تدخلها في ايه تاني. حاضر، من احنا اللي نعرفه بنطبخها بس على لحمه الراس، لو جبنا لحمه راس بنطبخ السبانخ عليها. فهماكي، حاضر. كده ما بنعرفش، فشوفي لي كده وصفه ثانيه يا رب تخليكي. من عينيا، من عينيا يا مجدي. بص بقى، البطاطا طبعا الموسم بتاعها في الشتاء حلوه. طبعا. عاملين برضه كام وصفه للبطاطا. هنعمل لكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في صينية البطاطا في الفرن، هنعملها حبيبه قلبي بفضل الله. الله يخليك، تسلمي يا ام جوزيف، ما تحرمش حبيبتي، اتفضلي يا روح قلبي. لا هنعمل ان شاء الله البايركس بتاع البطاطا ده اللي في الفرن. عايزه اقول لكم البطاطا من الحاجات الجميله جدا، الناس اللي مش بتحب القرع بتعمل مكانه البطاطا على طول. طيب انا هنا بصوا برص كده، بس انا ايه، خليني الاول اظبط كام واحده جنب بعض، نعمل لهم قاعده ونحشي. طبعا عايزين تحطوا شويه رز مع الخليط ده، مفيش مشكله، مش عايزين زي ما حضراتكم تحبوا، دي حاجه ترجع لكم. انا بس بفتح شويه شويه، شيل كده من اللي جوه، ودي الفكره اللي انا ايه بقولها لحضراتكم، ان الفلفل ده طعمه مسكر، بس هو بقى لما بيستوي تقدروا تدخلوه الفرن كمان لو عايزين. دوله رشه من الزيت مثلا كده، الزيتون من فوق بقى، ونعمل له قاعده حلوه وندخله في بايركس بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده. بننظف كده من بره، لازم تفضل المحشيه كده نظيفه، وهنشيل بقى الحته اللي هي فيها البذور دي. بصوا دي كانت فلفلايه طالعه كده جميله جنبه، البذور دي بتدي طعمه برده، بس ما بنحبهاش بكتره يعني. خلاص، وهنقفل كده وهناخد المحشي. انا عايزاكم تشوفوا حل بعد اذنكم، شوفوا حل في الوغوشه اللي في الصوت، لانه بجد انا مش سامعاكم حقيقي والله، بتقولوا لي حاجه انا مش سامعه، وغوشه قويه وكان الصوت بكلم البرادعي في التليفون. حبايبي كده ايه، ما تقربيش، ارجعي كده سنه، كلمي، ايوه كده، بس انتوا كنتوا بلعين المايك تقريبا ولا ايه؟ طيب كده، عايزه اوجه رساله لاي مكان واي ريستورانت واي محل
بيدخلوا اي عمل بسيط عشان بس القصه اللي كانت حاصله على العامل بتاع النظافه اللي حرام دخل ياكل كشري في احد الاماكن اللي المفترض ان المفروض المكان ده اول ناس. عايزه اقول لكم بقى بره مصر بيتعاملوا ازاي في الموضوع ده. يعني كان في هقول لكم اسم المكان ده بكره، لان انا عارفه القصه دي من ريستورانت مشهور جدا ليه فروع كتيره جدا جدا بره مصر في اعتقد امريكا، والراجل ده مليونير وعامل فروع لمطعمه كتير جدا، وكان لما بيحب يعمل اختبار للعاملين في المكان او في احد الفروع بتاعته كان بيلبس لبس وعامل يعني بيشيل قمامه وبيروح علشان يشوف هيتعاملوا ازاي معاه جوه المكان او جوه الريستورانت ده. فكان بيروح بعض راح مكان احد الفروع اللي هو كان شايف انه يعني الناس الستاف اللي فيها ناس بروفيشنال جدا وناس محترمه جدا، يعني اتعامل معامله سيئه جدا من كل اللي موجودين جوه ما عدا شخص واحد بس جابه وقعده في ترابيزه وجاب له الاكل لحد عنده وقدمه له وعمل معاه صح وبعدين مشي. تاني يوم راح باعت طرد لكل الناس العاملين في هذا الفرع ما عدا هذا الرجل اللي اترقى ومسكه تقريبا انه يبقى المدير على كل الفروع الموجوده عنده بشكل، لانه كشف عن هويته وهو كان لابس ومتنكر يشوف الناس دي هتتعامل ازاي. فتخيلوا شوفوا الناس بره بتفكر ازاي عشان ترتقي، لانه المعاملات والاخلاق دي ملهاش علاقه ابدا انت بشغال فين. انت لو كنت راجل مدير في مكان ما انت تعرف ازاي تتعامل مع الكيس اللي زي دي بالعكس، وده ما يقللش من شانك بالعكس، ده يعني المعاملات الانسانيه قديم المعامله، مفيش حاجة أكتر من كده تتقال الحقيقة. فاللي حصل معاهم يستحقوه، وأي حد هيقلل من شأن أي حد إنسان بسيط، يعني لو كنت أنا موجودة في المكان ده أكيد كان هيبقى فيه رد فعل سيء جدا عليهم حقيقي بجد، كانت الدنيا هتتقلب أكتر من كده. لكن شكر للناس كلها اللي أخدت موقف والفنانين اللي حاولوا يعني يوصلوا رسالة بطريقتهم وعلى فكرهم، شكرا جزيلا لاحترام هذا الرجل البسيط. تعالوا بقى بصوا كده انا عملت هنا شويه، هنعمل ايه بقى؟ هناخد كده الكسرول دي هحطها هنا، وهاخد معايا بسم الله الرحمن الرحيم شويه من الصوص ده، صلصه الطماطم دي، دقيقه بس مش دي الدقيقه، دي كسرول لان ليها يد طويله، الدقيقه هي الحله الصغنونه اللي بتبقى زمان كنا ايه عارفين دقيقه محشي، حاجه كده صغنونه تتعمل على القد كده طبق على السفره كده. لا ده انا مركزه معاك قوي يا استاذ ابراهيم خلي بالك. انا من الجيل القديم خلي بالك. افندم شيء شاء ميه، ايوه طبعا انا كنت بقول كده والله، احط لها شيء شاء ميه. يعني حاجه بسيطه كده. بصوا بقى هناخد كده لان الصوص ده بقى بيبقى ليه طعم جميل قوي، وطبعا احنا حطينا في القاعده ايه ما تنسوش حضراتكم، حطيت في قاعده الحله شرايح من البصل من الطماطم وحطيت دبس الرمان ومعلقتين من زيت الزيتون. حلو، هاخد هنا معلقه واحده صغيره من الخل الاحمر، لو مش موجود حطوا خل ابيض. حطيت رشه ملح وفلفل عصير طماطم وشويه مرق، المرق اللي احنا من ايه بنعمل بيه عادي جدا، عندكم مرق دجاج باقي، مرق خضار، مرق لحم، اللي يريح حضراتكم اللي متواجد عندكم في البيت. هنصب شويه كده وهخليهم يغلوا غلوه ومش كتير، انا مش حامله، عايزين بقى تطلعوا المحشي ده يبقى مظبوط يعني ما يبقاش مهري. ما تقوعوا ابدا تملوا الحله ميه زي ما بنعمل مثلا في الورق عنب، الورق عنب لازم يبقى المحشي الميه واصله يعني لسطحه ما يبقاش اعلى منه، لازم يبقى في مستوى المحشي، ولازم نحط طبق يضغط عشان الورق ما يفتحش ويبقى فيه تقل فوق. طيب المحشي الكرنب نفس القصه، لكن الفلفل او الدولمه اللي احنا بنعمله لازم يكون المرق تلت بس. طيب انا دلوقتي بقلب اهو، حطيت انا ملح وفلفل وحطينا مرق ودي معلقتين صلصه وشويه عصير طماطم. سامعاكم حبايب قلبي. وهنبدا دلوقتي ناخد كده بسم الله، هنسقي هنا شويه بسم الله الرحمن الرحيم كده، بتتحط جوه كده، هوريكم الميه لحد فين اهي، شايفين ازاي اهي، اكتر من كده انا مش ايه مش هضيف للمحشي، بس كده تمام خلاص. وهبدا بقى اخده بسم الله على النار كده، وهاخد الغطا بتاعه، اول ما تبدا تغلي
هروح مهدية النار وكأني بعمل إيه؟ بعمل رز. تاخد ويدي فيفضل محتفظ بالقوام بتاع الفلفلايه وغلافها جميل، لكن هيستوي كل البخار اللي موجود جوه الحله من الغلي بتاع المعيار اللي احنا حطيناه هيسوي الفلفلايه من فوق وهتبقى جميله، ولما ناكلها ما نحسش ان الجلده بتاعتها تخينه وبتضيقنا. هيطلع زي ما حضراتكم شايفينه قدامكم هناك اهو. ان شاء الله تبقى الوصفه جميله ولطيفه. انا كده حشيته باللحم المفروم وشويه البهارات اللي عندي، حضراتكم تقدروا بقى تحشوه. عايزين تزودوا شويه رز ونسبه رز منه مفيش مشكله خالص. بصوا بيطلع جميل ومستوي وبرده هتستمتعوا بطعمه. اللي مش عارف يحشيه من فوق ممكن تفتحوه من النص اتنين ويتعمل زي القوارب، بيبقى جميل جدا ولطيف برده، فاللي يريح حضراتكم. فاسمحوا لنا بقى، احنا دلوقتي خلصنا الوصفه بتاعه المحشي وعملنا الصوص بتاعها، وقلنا ان الفلفل الالوان تحديدا لازم نحط معاه شويه من دبس الرمان، حاجه كده فيها حده شويه تظبط الطعم المسكر اللي في الفلفل. وهنستسمحكم نطلع استراحه، نرجع بعد الاستراحه نعمل وصفه جميله كده جنب المحشي ده، مشويه في الفرن وسهله، مستنيه حضراتكم.